أقام المركز الثقافي الروسي احتفالية باليوم العالمي لحماية الأطفال. خلال العرض قدم مجموعة من الأطفال عرض باليه وفقرات غنائية، كمان قام مجموعة من أطفال مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بتقديم فقرات غنائية وتمثيلية خلال الاحتفالية. احتفالاً باليوم العالمي لحماية الأطفال، تعاون المركز الثقافي الروسي مع مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة لتقديم احتفالية جمعت بين أطفال المركز الثقافي الروسي وشباب وأطفال من مؤسسة أولادنا. قدم فيها الأطفال والشباب مجموعة من الفقرات الاستعراضية والغنائية اللي تفاعل معها الحضور بشكل كبير. بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للأطفال، واليوم إن شاء الله إحنا أتمنى أننا نستمتع من الاحتفالية المشتركة بين الأطفال العاديين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طول السنة إحنا بنحفزهم إن هم يبقى في شغل قد كده، تتصوري أعملي اللي أنت عايزاه يا حبيبتي، أعملوا اللي أنتوا عايزينه وأنا بحبك كمان. فطول السنة إحنا بنشتغل، فأنا ما كانش لازم إن أنا أقدر، مش هقدر أحضر حاجة جديدة، بس يعني أخدت أحلى حاجات عندنا عاملينها في آخر ملتقى، وقلت طب تعالوا بقى فرصتكم إن أنتوا تبقوا إيه، تبقوا مع المركز الثقافي الروسي. التجربة النهاردة في إطار الاحتفال بيوم اليوم العالمي لحماية الأطفال، إنه الأطفال ذوي القدرات مع الأطفال الباليه الروسي هقدمه في إطار من الدمج، عمل مشترك. أنا متلهف جدا وأتمنى حضراتكم تشوفوه معنا، إن هم يقدموا فقرة فنية مشتركة على المسرح، تعبوا فيها في البروفات، يا رب تطلع كويسة على المسرح وتعجبكم. وده جهد كبير جدا على فكرة، خد وقت طويل جدا، وهم كانوا عندهم تحمل وصبر عشان يقدموا نتيجة كويسة. الاحتفالية شارك فيها المسؤولون عن مؤسسة أطفالنا والمركز الثقافي الروسي وعدد من القيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة، بالإضافة لأهالي الأطفال المبدعين اللي عبروا عن نفسهم وعن مهاراتهم في مجالات فنية مختلفة. الدولة أولت اهتمام كبير بالأطفال ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ودمجهم في المجتمع، وده بشكل فعال. ومن هنا كان دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والتنفيذية لتحقيق حلم أولادنا وتعزيز مواهبهم. اللي هغني أغنية للقاسم الساهر، وفي أغاني تانية هنغنيها لما أنتم معانا في إيدينا، دي الأغنية للمؤتمر. الملتقى ده تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما بشكره جدا وبعت له السلام والتحية جدا، ومدام سهير عبد القادر طبعا هي اللي عاملة الملتقى ده كل سنة بتعمله. أنا عامل تعويضي، أنا بحب صحابي، بحب الناس كلها، بحب هم صوصو، وعشان معانا تعويضي. والمهر كتير، اشتغلنا كتير، أولادنا كتير، بنعمل نوبة والسعيدي ونغني ونطلع نغني. أنا جيت هنا عشان أعمل أغنية للقرار عشان من مصر. أنا لبست الهدومي عشان أطلع مسرح وأغني قرار عشان مصر، وعملت الرقصة الصعيدي الصعيدي وسكراني، وسافرت بره امريكا بره. فترة مقهية سباحة تستولى، خدت مقص اول ومقص تاني. اخني تماتو معانا وستينا، انا بحب ماما وسهير اوي، بحب النخنية مرح مصر محمد انور ربيع معايا، ان شاء الله بحبه محمد انور ربيع بحبكم. انا اخني سعيدي نوبي، انا اخني الخيارات نوبي، تحيا مصر.